احنا نحتفل في قطاع جديد، قطاع مالي جديد في المملكة السعودية، ناضج ممكن للقطاع الخاص والقطاع العام في تحقيق أهدافه. برنامج الإسكان هو أحد برامج الرؤية 2030 في 16 جهة حكومية، يستفيد ويتعامل مع جميع البرامج لتسهيل للمواطن أحد الأركان الرئيسية. احنا كان عندنا 3 أركان رئيسية: دعم العرض، كيف نضخ وحدات للمواطنين أسعارها ومناسبة للمواطنين في أماكن هم يختارونها وهم يرتاحون فيها، كيف نوفر تمويل سريع ما ينتظر المواطن فترات طويلة ويحصل على التمويل. واليوم تطوير القطاع المالي عنصر رئيسي في مثل هذا البرنامج. أيضا الأنظمة والسياسات والتشريعات اللي تسهل تحقيق الأهداف وتسهل العمل في قطاع الإسكان ومنظومة الإسكان، ومنها نأمل أن نحصل على 70% نسبة تملك في 2030. الربع الأول كان إيجابي بالتملك، يعني عم نحكي عن 7 أضعاف، هل توعدنا أنه يكون في أيضاً للربع الثاني من 2019 نفس الأرقام عم تحصل عليها الأسر أو حتى الأفراد من الوحدات السكنية؟ الحمد لله، حنا العام الماضي عدد كبير من المواطنين استفادوا وذكرناها. اليوم حنا قاعدين نشوف الأرقام حتى أسرع ما حنا نتوقع الحمد لله، لكن طموحنا دائما كبير. اليوم حنا نمشي وفق الخطة الحمد لله، والأرقام الربع الأول يعني أعطتنا ثقة أكبر أن نقدم أكثر في تحسين تجربة المواطن في امتلاكه. الحمد لله الربع الأول 40,000 أسرة سعودية استفادت من منتجات برنامج الإسكان، منها 20,000 سكنوا في بيوتهم في الربع الأول، 28,000 قرض عقاري حصلوا عليه المواطنين في الربع الأول. أرقام الشهر مارس الحاله 5.6 مليار ريال، 12,800 عقد تم الاستفادة منه، أرقام كبيرة الحمد لله. الدعم الكبير اللي نلقاه من القيادة، من سيدي خادم الحرمين وسمو ولي العهد، دعم البرامج جميعها لتمكين المواطن في حصول على مسكن. اليوم بدينا نشوف بداية الأثر الإيجابي لها، ولعل نتائج الربع الأول يعني مفرحة وسعيدين فيها جدا. الله يبارك لكم فيها. لكن يعني رسوم الأراضي البيضاء كانت عامل أساسي بتحفيز وتطوير الأراضي، معالي الوزير، إمتى بنتوقع أنه تكون المرحلة الثانية من تطبيق الرسوم بالنسبة للأراضي؟ طبعا اليوم المرحلة الأولى لسه ما أخذت نضجها الكامل. اليوم عندنا احنا حينما استهدفنا المرحلة الأولى، الأراضي الموجودة في حالة ضخها حتسوي توازن جيد في ضخ وحدات سكنية كبيرة. اليوم احنا من ايرادات العام الماضي دعمنا اكثر من مشروع في ايصال البنيه التحتيه وايصال الخدمات له، وهذا هو كان الهدف من الرسوم. فاليوم احنا قاعدين نلمس الرسوم، اي مرحله لازم تنضج حتى نستطيع قياس اثرها الايجابي قبل ان ننتقل للمرحله الثانيه. اليوم احنا بدانا نرى النضج فيها، كثير من المطورين اليوم قاعدين يطورون اراضيهم، نعتقد انها جيده، لكن لا ننتقل للمرحله الثانيه حتى نتاكد انه نضج المرحله الاولى ونتائجها اللي احنا نطمح لها. اليوم سوق العرض صار سوق جيد، ضخ الوحدات السكنية صارت أسرع وأكثر، وهذا هو الهدف من البرنامج إن شاء الله. في إمكانية إعادة النظر بالرسوم يعني إما رفعها أو خفضها بالنسبة للأراضي البيضاء، أم هي ثابتة وفق ما أعلن حتى الآن؟ زي ما قلت لك، إحنا لازم تنضج، أي تجربة لازم تأخذ فترتها الطبيعية للنضج. إحنا اليوم في مرحلة القياس لها، كل البوادر إيجابية، انتقال لمرحلة أخرى أو حسب النظام، النظام يقول متى ما انتفت الحاجة يمكن إيقافها، ومتى ما كان هناك حاجة انتقال لمرحلة يجب الانتقال لها. اليوم حنا قاعدين لسه ما وصلنا مرحلة القياس المرحلة الأولى، أول ما تنتهي نتائج القياس المرحلة الأولى فيما يخدم المواطن وبرنامج الإسكان ومنظومة الإسكان سننتقل لها إن شاء الله.